السلام. بتلاقي في بعض أطفال في العيلة بيتأثروا أكثر من أخوانهم، بيكونوا حساسين شوية، فبيكونوا يعني في كل عيلة بتلاقي في طفل واحد هو اللي بياخد كل السلبية اللي في المكان. عشان كده الواحد يبغاله يحرص إنه خناقات ما بين الزوج والزوجة ما تكون قدام الأطفال، فبتلاقيه بيمرض كتير. وإذا كان وحيد بيكون وضعه مختلف تماما، بس أنا بتكلم عن لما يكون في أخوان، واحد من الأطفال بتلاقيه بياخد الذبذبات السلبية هذه. من برضو أشياء اللي بتأثر على الطفل طبعا غير الأكل السيء وغير الحلويات والأشياء هذه، لما يكون الطفل في بطن الأم أي إحساس الأم بتحسه بيروح للطفل. عشان كده بنقول إنه دائما ريح الأم، أعطوها اللي هي اللي تبغاه، الأكل اللي تشتهيه ليطلع في الولد. فيعني الواحد أشياء كتير تحصل مثلا زي طفل بينولد غير طبيعي، هي كله طبعا من الله، لكن مش الله اللي بيتلام. الام يبغالها تنتبه، ولا حتى بلوم الام لانه ما بتكون، يمكن الواحد ما عنده الوعي، ما عنده الادراك، ما هو فاهم. فانا عشان كده بطرح الموضوع هذا، ان الام يبغالها تنتبه انه اي احاسيس بتحسها لما تروح شغل تشتغل، لما مناقشات تتكلم فيها، كله بيروح للطفل. زي الأشياء هذه كلها في الدم، زي الأكل والشرب، الإحساس، الذبذبات كلها بتروح للطفل. من الأشياء اللي شفتها مرة بتأثر في الطفل، أنا طبعاً باخذ المعلومات أول شيء من كتاب الله القرآن، وبعد كده أبحاث الواحد بيسويها قراءات. فاكتشفت إنه أو عرفت إنه في علاقة وطيدة ما بين المال الحرام وأمراض الأطفال، بتضرب في الدم وفي الراس في المخ. فانتبهوا، لازم الواحد يتحرى انه المال يكون سليم وحلال 100%. مو شرط طبعا لما تكون في امراض مستعصيه انه هذا السبب، بس كل شيء له سبب وفي رسائل الله بيوصلها. ثلاثه تجارب حصلت معايا انا شخصيا، مرتين كان في عندنا 2 موظفين، واحد منهم جاب توأم كان بيسرق، والثاني برضو كان عنده طفل وكان بيسرق. الأول جاب توأم، فواحد من الأولاد لطيف جاله ورم في المخ وعمليات على طول، والثاني الشخص الثاني في كهرباء في دماغه ما هي مزبوطة وإلى الآن مش لاقي له علاج. وفي برضو حصلت لي سرقة عندي في البيت، جتني واحدة وقالت لي تبغى تقعد عندي في البيت فترة وسرقت كل حاجة. بعد 3 سنين كلمتني وقالت لي انه جابت ولد معاق للاسف الشديد.